أبناء الطلبة والطالبات، زملاء المعلمين والمعلمات، السادة أولياء الأمور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعرف مع بعض على منصة التعليم المصري وندخل ونشوف إيه الجولات اللي فيها وإزاي نستفيد بيها سواء لأبنائنا الطلاب أو لزملائنا المعلمين أو أولياء الأمور. ونبدأ مع بعض أول خطوات الدخول على المنصة ونشوف هنعملها إزاي ونحفظ مع بعض الخطوات. أول خطوات عندنا هندخل على محرك البحث بتاعنا ونبدأ نكتب اللينك بتاع المنصة، وإن شاء الله هسيبه لكم أسفل الفيديو. بعد ما بنكتب اللينك بتاعنا وبندخل، بتفتح معايا أول صفحة وهي الصفحة الرئيسية لمنصة التعليم المصري زي ما هو باين قدامنا على الشاشة. هلاحظ في المنصة اللي قدامي مكتوب منصة التعليم المصري، دليلك الشامل للعام الدراسي الجديد، تعرف على كل المعلومات والأدوات التي تحتاجها للعام الدراسي 2020-2021. وهنا طبعا ابدأ جولتك عشان ادخل اشوف ايه اللي داخل المنصة. فوق على الشمال بلاقي طبعا هدخل كطالب او كمعلم او كولي امر، وفي جميع الاحوال بمجرد ما بدخل بيبدأ يطلب مني الاسم. نشوف مع بعض كده اول خطوة وندوس على طالب ونشوف هنمشي فيها ازاي الخطوة بتاعتنا. اجي هنا وبكتب الاسم بتاعي وبضغط على كلمة التالي فيدخلني مباشرة الى صفحة الطالب. اما لو كنت عايز ادخل كمعلم برضو نفس الطريقة، بضغط على لينك او كلمة معلمين برضو بيحولني الى صفحة المعلمين، بيكفي دليل المعلمين وبرضو المعلم بيكتب اسمه ويضغط على كلمة التالي فبيحوله مباشرة الى دليل المعلمين. ونفس الطريقة برضو لو هدخل ولي أمر، بضغط على ولي أمر وبكتب الاسم برضو وبيدخلني على دليل ولي الأمر. نشوف مع بعض ايه اللي موجود في الصفحة الرئيسية ونتعرف مع بعض كده على المنصة. لو نزلنا تحت كده هلاقي هنا في دليل أولياء الأمور، أضغط على كلمة دليل بيدخلني على طول على دليل أولياء الأمور ويعرض لي على طول ايه اللي ممكن ولي الأمر يطلع عليه داخل المنصة. طيب هنا بيديني اختيارات الحالة اللي احنا محتاجينها، ثانوي اعدادي ابتدائي. لو ضغطت على ثانوي بيديني الصف اللي انا بختاره، بضغط مثلا على الصف الثالث بيبدأ على طول يدخلني الى المرحلة اللي انا اخترتها. هنا دخلني على مرحلة الصف الثالث، هنا في دايرة حوالين ولي الامر يعني انا داخل كولي امر، وبيبدأ بقى يديني هنا مديني كل القنوات التعليمية، منصة ال LMS لبنك المعرفة، مديني المكتبة الإلكترونية، مديني ادمودو، وبيديني طبعا اليوتيوب ومنصة ستريم، وبيديني كل الحاجات اللي ممكن استفيد بيها كمنصات تعليمية. وكل هذه المنصات لها شرح على القناة ممكن نستعين بيه ونعرف ايه اللي موجود فيها. طبعا هنا كده بيديني دليل دراسي او فيديو كده بيعرفني ايه اللي ممكن اوصل له داخل هذه المنصة. بعد كده بيبدأ يديني القنوات التعليمية، برضو بيديني فيديو تعريفي للقناة التعليمية، ولو انا عايز ادخل شاهد الان بضغط شاهد الان بيديني تردد القناة وبيديني الصفات اللي ممكن اجيبها على الديش. هنا منصة إدارة التعلم، محتوى رقمي تفاعلي مربوط بالمناهج الدراسية لمساعدة الطالب على الفهم بشكل أفضل، برضو بضغط هنا على ذكر. حولنا على طول على بنك المعرفة ودخلني طبعا على بنك المعرفة وطالب مني تسجيل الدخول، فأنا لو مسجل هيدخل معايا مباشرة. لو نزلنا طبعا تحت عن كده بلاقي المكتبة الرقمية اللي هي ذاكر الآن، وبرضو لو ضغطت عليها بيحولني إلى المكتبة الرقمية بكل اللي موجود فيها. ده الطريقة اللي هنتعامل بيها،
وبرضو ليها فيديو بيشرح التفاصيل بتاعتها، وبنزل تحت كده بلاقي كلمة ذاكر الآن بتحولني مباشرة إلى داخل المنصة، بختار المادة واختار الصف وابدأ اتبحر بيها. ولو عايز تفاصيل اكتر موجود فيديو على القناة، واسيب لكم اللينك بتاعه اسفل الفيديو ان شاء الله. دي الطريقة اللي ممكن ولي الامر يشوف فيها ايه اللي موجود. برضو هنا ايه ادمودو، برضو ليها فيديو تعريفي عشان افهم ايه اللي موجود فيها، وبدخل على طول من خلال ذاكر الان على منصة ادمودو. في هنا منصة البث المباشر، ودي طبعا الحصص اللي موجودة على تم عرضها على القنوات التعليمية. برضو لو ضغطت عليها بيديني على طول جدول بالمواعيد القنوات كده. دخلني اهو زي ما احنا شايفين على القنوات، ايه منصة البث المباشر للحصص الافتراضية. بنزل على طول وبختار بقى المرحلة بتاعتي، وبختار الصف بتاعي، وبشوف انا عايز ايه. ولو عايز ادخل على اليوتيوب بدوس على علامة اليوتيوب، بيحولني مباشرة الى اللي هي البث المباشر، او باسمها استريم زي ما هي معروفة في الوسط التعليمي. في عندي منصة حصص مصر برضو ليها فيديو تعريفي بشغله وبتفرج عشان افهم اتعامل معاه ازاي. وهنا في برضو ذاكر الان بتحولني على طول الى المنصة اللي هي منصة حصص مصر. ادخل اشوف ايه اللي موجود فيها، وزي ما احنا شايفين قدامنا اهي دي المنصة، وشرح لي التفاصيل بتاعتها. وبرضو هنا ابدأ الان عشان يدخلني على المنصة، وهنا فيديوهات تعريفية، وهنا دروس تفاعلية وأسئلة وتدريبات وطريقة تفاعلية حديثة لشرح الدروس. يعني المنصة فيها حاجات كتير ممكن الطالب يستفيد بيها. طبعا احنا داخلين كولي أمر، لكن في النهاية كله نفس السكة ونفس المنصات، يعني ما فيش فرق كبير في التفاصيل. لو دخلنا كطلاب أو دخلنا كمعلمين أو دخلنا كأولياء أمور، هي نفس التبحر ونفس الاستفادة ونفس الطريقة، ما فيش فروق كبيرة قوي بين دي وبين دي وبين دي. بكده يبقى احنا خدنا فكرة عن منصة حصص مصر وايه اللي موجودة فيها، ونتمنى ان احنا نكون قدرنا نبسط لأولياء الأمور وأبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين طريقة الدخول وطريقة التعامل، وازاي نوصل للمنصات اللي داخل منصة التعليم المصري. وأي استفسار أنا تحت أمركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.